الاخر، بس احنا اللي بنحاول بنتعب في الماده نفسها، عشان احنا اللي يعني احنا اللي طالما ان احنا اجلنا الاسبوع الجاي، انما اكيد القاضي هو ما كانش هينزلهم يوم، انا متاكده من كده. انا قدمت زي هو ما يعتبرش طالب، انا مقدمه طلب ان احنا ننزل في القضيه تاني، لان يعني في مستجدات في القضيه. لما رحت الامومه والطفوله هم يعني هم قالوا ان هم واقفين معايا ان احنا نغير قانون سن الحدث، لان ده بيأذي كل اطفالنا، وده كان شعار منهم لينا ليا يعني، اللي انا رحتهم لاول مره ان هم يقفوا جنبي. ان شاء الله هيتعدل، انت مش شايف كل الناس عايزه تعدله، واصلا ده شرع ربنا ولازم يتطبق وعشان ولادنا كلها. وادي حضرتك شايف الاواضي اللي كل يوم بتحصل بنفس المنظر، وان شاء الله كل عايزينها تكون هي شمع المذيع للاطفال اللي جايه ان شاء الله.